بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنستعرض البيانات بتاعتنا، هنجيب البيانات من الداتابيس ونستعرضها عندنا. خلونا نكتب جمله الكويري. لو احنا هنتخيل ان احنا نكتبها هنا جوه بي اتش بي ماي ادمن، لو قلت له سيلكت استريك فروم يوزرز كده بالشكل ده، عملت كده وقلت له جو، هيروح عامل ايه؟ يروح جايب لي البيانات بتاعتي، كل البيانات بتاعتي. احنا عاوزين نعمل كده ونستعرض البيانات بتاعتنا جوه التيبل بتاعنا احنا. خلي بالكم ان احنا هنا جوه مع الماي اس كيل على طول او البي اتش بي ماي ادمن على طول، انما هنا احنا جوه البي اتش بي، فاحنا بنجيب البيانات الاول وبعد كده بنلف على البيانات ونعرضها خلال التيبل ده. طيب ازاي الكلام ده؟ تعالوا نروح، خلاص مش محتاجين الصفحه دي ولا الفاليديشن خلاص ولا الداتابيس، خلاص محتاجين نروح على الاندكس دوت بي اتش بي بالشكل ده. هنيجي هنا نقول له نفتح كده كود بي اتش بي ونقفله ونقول الاتي. هنكتب بس جملة الكويري بتاعتنا اللي احنا كنا كاتبينها من شوية، SQL بيساوي select asterisk from التيبل بتاعنا اسمه users، بس كده. بس كده تمام ممتاز. ونيجي هنا بقى نقول الآتي، عندنا result هتساوي الماي SQL I query زي ما احنا عارفين، وبتاخد حاجتين الكونكشن، تاني حاجة هتبقى عندنا ال SQL. ممتاز جدا كده، احنا جبنا البيانات يعتبر، بس احنا محتاجين نتأكد اولا ان في بيانات جاية لي من الداتابيس، لان ممكن تكون البيانات كلها اتمسحت. تاني حاجة محتاجين نلوب على البيانات دي. طب ازاي هنتأكد ان البيانات دي جاية لي من الداتابيس؟ خلونا الاول نروح للفيو. التي هيد هنا او تي ار اللي فوق ده هيفضل ثابت، التي ار ده هو اللي بيتكرر معايا. فتعالوا كده بالراحة الأول، كل الحاجات دي هنلغيها، الأربعة اللي تحت دول مش محتاجينهم خالص. احنا كده كده هنعمل لوب، ونيجي هنا نفتح كود بي اتش بي ونقفله. كود البي اتش بي ده بيقول اف، وهنستخدم فانكشن تانية خاصة معانا في الماي اس كيو ال اي. هنقول ماي اس كيو ال اي نم روز، نم روز دي بتتشيك هل الريزلت راجعة ببيانات ولا لا. لو اكبر من الزيرو اعمل الاتي، لو مش اكبر من الزيرو ما تنفذش اي حاجه. فهنيجي هنا نقفل كود البي اتش بي عادي جدا، نقول له هنا اند اف. ممتاز جدا. طيب احنا كده اتاكدنا لو هو فعلا في بيانات، عاوزين بقى نستعرض البيانات دي ونظهرها. ازاي هنظهرها؟ ادي هنفتح برضو كود بي اتش بي عادي خالص، ولكن هنستخدم هنا الوايل لوب. الوايل لوب هنقول وايل، آسف جدا، هنقول while. الوايل عندنا هنا بتساوي الآتي، هنقول row بيساوي my SQL I fetch، هنستقبل البيانات بتاعتنا جوه associative array عشان نقدر نجيب البيانات كلها، وهنقول له الريزلت هي اللي جواها البيانات، وهنحول البيانات دي لأسوسييتيف array، وتحت هنا هنقول له end while زي end if بالظبط، هنقول له end while بس كده. وتعالوا نشوف البيانات هنستعرضها ازاي. اول حاجه دي حاجات خاصه سيبنا منها خالص، هنستعرض هنا، خلونا نستعرض هنا اليوزر اي دي. احنا قلنا ده اسوسييتيف array، طب ازاي هنقول له echo row of user underscore ID. تعالوا كده نشوف هيجيب لنا الاندرسكور اي دي، يوزر اندرسكور اي دي ولا لا، هيجيب لنا البيانات ولا لا. جاب 3 فعلا، انا عندي في الداتابيز 3، جاب 3 وقال لي 1 2 3. تعالوا نروح للداتابيز 1 2 3، لما تكون نتاكد من اليوزر نيم. تعالوا نتاكد من اليوزر نيم، لو جينا هنا قلنا له اطبع لي رو اوف يوزر اندرسكور نيم. تعالى كده نرجع ونشوف ينفذ ولا لا. بالفعل علاء علي نادي احمد ونادر خالد، هو ده اللي موجود. على عالي نادي احمد نادر خالد. ما تيجي نطبع الايميل، هنقول نطبع الايميل كمان بالمره اهو، وهنقول له هنا يوزر اندرسكور ايميل. باقي الجزئيه الاخيره وهي عمليه الايديت، ان انا هحدد دلوقتي انه لما يجي يعمل ايديت يعمل ايديت على علاء علي، ما يعمليش ايديت على نادي احمد، ولا يعمل ايديت على على نادر خالد، ولما يجي يعمل ديليت لنادي ما يعملش ديليت لا لعلاء ولا لنادر خالد. طب ازاي الكلام ده؟ الكلام ده عن طريق الاي دي، مش احنا عاملين هنا برايمري كي ما بيتكررش؟ طب ما انا من خلال البرايمري كي ده اقدر اجيب بيانات خاصه بعميل معين، اعمل عليها تعديل، اعمل عليها حذف. طب ازاي؟ تعالوا نشوف كده في الاس كيو ال. لو انا قلت له هنا سيلكت استريك فروم يوزر وير ان اليوزر
اندرسكور اي دي بيساوي واحد، كده هيجيب لي مين؟ هيجيب لي اول واحد اللي واخد اي دي واحد، اللي هو مين؟ اللي هو علاء علي. ممتاز جدا. ما تيجي نعمل الكلام ده ونحدده في البي اتش بي، هنحدده من خلال اليو ار ال. يعني لو انتوا ركزتوا هنا تحت على الشمال يقول لك ايديت دوت بي اتش بي، انا مش عاوز ايديت دوت بي اتش بي بس، انا عاوزه ايديت دوت بي اتش بي باليوزر اي دي بتاع علاء علي، عشان لما استخدم الايديت دوت بي اتش بي او لما اروح للصفحه بتاعت الايديت دوت بي اتش بي احدد انا هتعامل مع انه يوزر بالظبط، او احدد انا هحذف انه يوزر بالظبط. فهنعمل الكلام ده ازاي؟ هناخد اليوزر اي دي ده زي ما هو كده اهو، وهنيجي هنا ايديت دوت بي اتش بي، نعمل علامه استفهام، احنا كده بنمرر بيانات، ونقول له اي دي بيساوي الكلام ده. نفس الموضوع عندنا هنا برضو في الديليت دوت بي اتش بي، لكن سيان ده بيروح على صفحه الديليت وده بيروح على صفحه الايديت بيساوي الكلام ده. وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل معانا كده اهو، مفيش اي مشكله. لكن لو انا عملت كده بصوا تحت هتلاقي اي دي بيساوي واحد، وهنا اي دي بيساوي اتنين، وهنا اي دي بيساوي تلاته. نفس الموضوع في الديليت، طب لو انا عملت كده هيروح على صفحه الايديت اوكي، لكن هيبعت لي معاه كمان الاي دي بيساوي اتنين. انا حددت اليوزر رقم اتنين، وهنا حددت اليوزر رقم واحد. طب في الديليت نفس الموضوع برضو، رحت على صفحه الديليت دوت بي اتش بي وحددت الاي دي رقم 3 او اليوزر رقم 3. كده احنا عملنا عمليه عرض البيانات. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتعامل مع الايديت، ازاي لما نعمل ايديت هنا كده نروح على الايديت دوت بي اتش بي ونجيب البيانات ونستعرضها هنا، وبعد كده في فيديو تاني ان شاء الله هنعمل الابديت. اشوفك على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.